النوم هو آخر محطة ينزلها الراكب بعد أن يقطع عناء يومه ونهاره، فيأوي في بيته إلى مكان هادئ ومريح ومظلم، ويسلم نفسه لخالقها الذي يتولى حفظها ورعايتها وتصريف أمورها. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. النوم آية تدل على عظم الله وقهره وعلى ضعف الإنسان وفقره، فلولاه لكلت عضلاته وشلت أعصابه وانفجرت شرايينه، فهو راحة له بإذن الله سبحانه وتعالى استعادة طاقته وشحن قوته. والله جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. هذا النوم آية ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، هو القائل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. والنوم وفاة بعدها حياة، لمن شاء الله له ذلك ومد في عمره. ماذا يقول ربنا تعالى؟ يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لهذا تسمى بالموت الصغرى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. والنوم كما هو معلوم أخي لطفي له آداب كثيرة جدا، آداب نبوية ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الآداب أولا إطفاء النار والمصابيح وغلق الأبواب وذكر المولى سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين: خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. الفويسقة هنا بمعنى الفأرة، وهذا قديما كان حاصل، يعني سبحان الله كانت تجر الفتيلة. لأن الآن نتكلم هناك مناطق لا تزال يعني بالمصابيح هذه من النار وكذا، فتجر الفأرة هذه الفتيلة فتحرق البيت بما حوى، والله المستعان. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأغلق الأبواب واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول: وفي إغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية، قال: أولا حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد، والحفظ من الشياطين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر على إناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل عليه من ذلك الوباء. لهذا كثير يعني من الأمهات أنا يعني قديما كانوا يستعملوا هذه، كما قال النبي: ولو أن تعرض، بهذا اللفظ وضب، أن تعرض عليه عودا، توضع مثلا على الآنية هذه تحط قطع عود. نعم، فهناك وباء يعني، والوباء هو داء يعني ينزل في مرة في السنة في ليلة من ليالي السنة، فلا يجد وعاء هكذا إلا ونزل فيه، والليلة غير معلومة. نعم غير معلومة، وهذا يعني يعود بالضرر على النفوس. أيضا من الآداب أخي لطفي الوضوء، الوضوء استحباب الوضوء قبل النوم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة وهي الإسلام. أيضا أخي لطفي من الآداب نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه والتسمية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يعلم ما خلفه عليه. وفي رواية عند مسلم: وليسمي الله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلينفض بداخلة إزاره، وداخلة الإزار هي طرفه وحاشيته التي تلي الجسد. والحكمة من ذلك أخي لطفي قال: لكي لا، قال للحفاظ على نظافة ظاهر الثوب، وذكر الداخل، لما ذكر داخلته وليس من الخارج، لأن العرب قديما كانوا لا يملكون إلا يعني إزارا واحدا أو رداء واحد يعني يتزرون به. هذه من الحكم. أيضا إنسان لا ينفض بيده، لماذا أيضا؟ لكي لا تتأذى، وحفاظا على إصابتها من ممكن من الهوام والمؤذيات التي قد تعتلي الفراش. هذا نعم كان معلوم. أيضا من الآداب أخي لطفي، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع
يده اليمنى تحت خده وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وقال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قبل نومه، ومن ذلك كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه بهذه الطريقة ثم نفس فيهما، والنفس هو النفخ بلا ريق من الفم، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما من رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. يعني كي نوضح هذه الطريقة للمشاهد الكريم، يعني بهذه الطريقة يجمع كفيه ثم ينفث هكذا ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هكذا، ويمسح هكذا من رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يعني ما استطاع من جسده، يعني رقنا رقي كأنها رقية. نعم هي رقية. نعم يفعل هذا 3 مرات. ولو فعل الإنسان مثلا قرأ قل هو الله أحد 3 مرات ونفس بعدها، هذه أيضا صحيحة، هذه الطريقة ذكرها العلماء وهي أيضا صحيحة. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءته سورتي السجدة والملك، كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر سورة البقرة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كفتاه، قال العلماء كفتاه في ليلته من الشرور ومن الآفات ومن الشياطين، وقيل كفتاه قيام الليل، وقيل كفتاه قراءة القرآن. يعني أجور عظيمة سبحان الله، أعمال يعني كما نقول قليلة مع أجور عظيمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقرأ آية الكرسي وغالبنا يحفظها، وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم.